طب بص بقى، يعني تعال نروح نشوف الجماهير كمان قالت ايه، قالت ايه بعد برضو المباراه بالامس عن مو صلاح. مثلا قال هو طبعا تلقى اشاده واسعه جدا من الجماهير، وكمان فكره هنا عبر تويتر وعبر السوشيال ميديا ان جنرال. يعني حد كتب الاعظم في التاريخ مو صلاح، الا تهدي فيا. واحد تاني كتب مو افضل لاعب على الكوكب الان. واحد تالت كتب امنحوه عقدا جديدا. اتفق معاه بقى يعني واحد رابع مغردا رابعا، قال صلاح كان بامكانه تقديم 3 تمريرات حاسمه على الاقل اليوم، اعطوها العقد واتركوه يوقع بالراتب وعدد السنوات التي يريدها. بصراحه ده مش كلام، ده مش كلام المغرب ده بس، هي عايز اقول لك يعني محللين وناس يعني عمالقه في كره القدم يعني بيتحدثوا ان ازاي لحد دلوقتي محمد صلاح لم يتلقى العرض، حتى ولو هيكون هو الاغلى عالميا دلوقتي يعني من العقود. طبعا نتكلم في الدوري الانجليزي، فليه لا؟ هو اصلا من غير محمد صلاح برضو ليفربول ما هي ارقامه؟ معلش خلينا نتكلم، احنا ممكن على فكره نعمل جدول بالموضوع ده. محدش هيطلع يعني من جيب وجوز دولارات غير في محلهم، ولو مش عارفين ان محمد صلاح يستحق وجدير بكل قرش ما كانوش هيطلعوه. برضو من الحاجات اللي عجبتني حد كان بيتكلم عن مساهمة هنا صلاح في 30 هدف مع ليفربول بمختلف طبعا المسابقات، قالوا عنه لاعب الموسم الأوحد. يعني يا نهاوند الحاجات دي بتتنظر يا نهاوند. والله الحاجات دي بتتنظر يا حضرات. لا بس هنشوف طبعا، لازم الفتره اللي جايه هتشهد حسم لموضوع محمد صلاح مع ليفربول ووضع بقى، واكيد هنعرف الرقم وهنيجي نقول هنروح فين. ادينا قاعدين انت الارقام جدا.